اجتمعنا مع رؤساء مجالس الأقضية والنواحي بوجود السيد النائب ولجنة مجالس الأقضية والنواحي في مجلس محافظة نينوى. كان الهدف من هذا الاجتماع هو الاطلاع على المشاكل والمعوقات لهذه المجالس، فردنا أن نكون قريبين من البعض وعلى شكل سلسلة مراجعات مجلس الناحية مع مجلس القضاء وثم مجلس المحافظة. تطلعنا على المعوقات والمشاكل الذي كان لديهم سابقا وتباحثنا، ومن هذه المشاكل على سبيل المثال النثرية من المجالس، القرطاسية، السيارات، الموظفين، الخدمة، إشغال البنايات من قبل هذه المجالس. فحقيقة رأينا بأنهم كانوا، نستطيع أن نقول، بعيدين عن مجلس المحافظة، ترحبوا بهذا اللقاء، وقررنا بأنه يجب أن يكون هذه الاجتماعات بشكل دوري ومستمر، أن نلتقي بهم كل فترة ويوصلون معاناة ومشاكل أهالي تلك المناطق سواء كان على مستوى الناحية أو القضاء، ونحن بدورنا كمجلس محافظة نينوى بقدر المستطاع أن نقوم بحلحلة هذه المشاكل والمعوقات ونوصل معاناتهم إلى الجهات المعنية، على سبيل المثال مجلس النواب في حكومة بغداد، الحكومة الاتحادية في بغداد. خلال الاجتماع الموسع الذي حضرناه اليوم كرؤساء مجالس الأقضية والنواحي مع رئاسة مجلس محافظة للوقوف على آلية العمل وعلى المشاكل والسلبيات التي تتعامل فيها مسائل الأمور الإدارية والخدمية، وكان هناك استجابة كبيرة للتعامل حول بعض الإشكالات والسلبيات التي تحظى بها مجالس الأقضية والنواحي من خلال التعامل مع المنظمات أو مع الدوائر ومؤسسات الخدمية، وكانت لكثير من المجالس المشاكل التي تعنى بها من خلال بعض القرارات التي لا تنفذ وبعض الأمور من خلال عدم وجود أيضا الميزانيات لحد الآن لكل مجالس الأقضية والنواحي، فقط الاعتماد تقريبا على ما تؤول إليه المنظمات الدولية من خلال تقديم الخدمات لمواطنينا، وكذلك هناك بعض الأمور الإدارية التي يعني تموت بعملية سلبية، منها مسألة التربية وكذلك مسائل إعادة تأهيل وبناء كثير من الدوائر المدمرة، والنقص الموجود أيضا تطرقنا إليه كثير من الأخوان بالنسبة للكوادر التربوية التي كانت هناك قرارات غير صائبة نحن نعتبرها بما يخص المسألة التربوية، وكذلك مسألة إعادة وتأهيل الخدمات خاصة ضمن المناطق التي كانت لداعش الإجرامي هناك بصمة تخريب وتدمير لكثير من هذه البنى التحتية التي نعاني بها لحد الآن. ومن خلال هذا الاجتماع نثمن جهود ومتابعة وتواصل رئاسة مجلس محافظة نينوى بالنسبة للتعامل مع المجالس وكذلك الدوائر الأخرى خدمة لمناطقنا ولتسهيل الأمور الإدارية والخدمية إن شاء الله. تم اليوم عقد اجتماع مع هيئة رئاسة مجلس محافظة نينوى بخصوص نقل معاناة نواحينا من الخدمات من ناحية البلدية والصحة والتربية، وتم تقديم طلب بتخصيص كوادر تدريسية لمدارس زمار التي تعاني من نقص شديد في الكادر التدريسي، وكذلك تجهيز بلدية زمار بالآليات والتي لم يتم تجهيزها من قبل بلديات محافظة نينوى ضمن الوجبة الأولى للآليات التي وزعت في محافظة نينوى. تم تقديم طلب لهيئة الرئاسة بترميم وإعادة بناء الدوائر التي فجرت من قبل عصابات داعش الإجرامية التي دخلت إلى قاطع نحية الزمار، ووعدونا خيرا وإن شاء الله سيقومون بتنفيذ ما وعدونا به.